انت علي ما انت جاي تطرح من قضيه. على شنو انت جاي تطرح من قضيه؟ ما تجاوزات اصحاب العربات، التجاوزات والله العظيم الشوارع المزدحمه بسبب سياسه البلد الخاطئه انه تدخل سيارات كثيره جدا بدون اخذ بنظر الاعتبار الشوارع قديمه والبنى التحتيه قديمه. انت اذا تريد تحل المشكله حل جذور القضيه باكملها. انت الشيل هذا روح شوف الازدحامات اللي بالشوارع، روح شوف واحد يجي من مدينه الصدر كم ساعه يستغرق يا الله يوصل، شوف البنى التحتيه المنهاره، منو ورا هاي الاستيراد مال السيارات والتكاتك بكثره وبدون دراسه؟ الحكومه. اذا الحكومه سببت هاي المعاناه، فالحكومه عليها ايجاد بديل لهاي الناس. يا الله تحكي البنى التحتيه منهاره، الشوارع شوف هاي الشوارع مال السبعينات والثمانينات بالوقت اللي كانت بغداد كلها بيها 200 سيارة، الآن بغداد بيها 4 ملايين سيارة، وشوارع مال عدد نسمة العراق من كان 10 ملايين، الآن العراق 4 ملايين، والآن السيارات بس بغداد متجاوزة 4 ملايين. شلون هاي؟ أنت إذا تريد تنقذ أو تعالج شيء لازم تعالج جميع القضايا. ثانيا ذولا ضحية الاستيراد، وذولا ضحية الاقتصاد الريعي، وذولا ضحية الدولة اللي ما تريد توعى. يعني الناس رئيس الوزراء كافي اكتفتوا لهاي العالم، ابنوا بنى تحتية جديدة، رجعوا المصانع الناس حتى تشتغل. زين زين الشاب وين يروح؟ يلا الشاب وين يروح؟ الشاب وين يروح؟ بس قلوا لي يلا وين يروح الشاب؟ وين يروح؟ يلا طو هسه لا عندكم حل، لا رجعتوا صناعة، اكو بيت فيه 5 موظفين واكو بيت ولا موظف فيه، وبالتالي صايره خربطه، صايره عشوائيه بالعمل بالمهنيه. احنا والله نتمنى هاي ماكو وذيك ماكو بسطيات ماكو، لكن وجد الحلول الصحيحه. هاك شوف هسه ازدحامات، راح البشر ينذر ساعتين بالطريق. اسالك سؤال استاذ، هذول ست ارباعهم اي بسطيات محافظات وانا اعرفهم. ايه كلهم محافظات. ايه بس الموضوع اللي قاعد يخصه حاج رجع لورا، المحافظات العراقية ما بيها شغل؟ ما بيها شغل؟ ما بيها شغل محافظة، لا لا ما بيها شغل، تدري ليش ما بيها شغل؟ المحافظات اللي معظمها كانت تعتمد على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية. الزراعة انتهت، الأراضي تجرفت، الثروة الحيوانية ما حد بيها، حيث تناقصت أعدادها إلى الصفر، التمور راحت، المياه راحت. عمي أنت حل قضية، حل القضايا الأساس، حتى الناس ما يجي من الديوانية ويجي من الناصرية وجهناه. الناصريه اللي كانت البلد الاول بالثروه الحيوانيه وبالنخيل وبالزراعه، روح شوف الشلب راح الخير راح. كربلاء ما بيها شغل؟ كربلاء؟ كربلاء محافظه والله ما ادري، يعني نوعا ما تعتبر جيده. انت رايح الكربلاء؟ رايح. صايره جنه؟ اي صايره. ما بيها شغل؟ اي روح اسال المحافظ. ولا اسال المحافظ انا؟ بيها بيها نوعا ما. لا ما بيها. ها؟ اكو سوق واكو مكانات وفتحين اهل العرباين. نعم. وبالنجف اكو سوق وفتحين اهل العرباين وبالناصريه وبالعماره وبكل مكان. نعم. انا ارجع اعرف الحجه وين، ليش اليوم اهل المحافظات يجون لبغداد؟ شنو السبب؟ قلنا لك تعاني من بطاله. لا تقول لي بطاله. وبغداد وبغداد ما بيها بطاله. فيها بطاله بس بغداد نوعا ما ولدهم ازيد شيء متوظفين، لو كلها شرطه لو كلها، يعني شو متوظف عندها بغداد؟ عندها مصانع تشتغل؟ هم لو شرطي لو بالامانه لو شيء. لو تكاتك. هسه تعرفت المشكله شنو هي؟ والله المشكله باقتصاد البلد. اقتصاد البلد تمام. اقتصاد ريعي يدهور هاي الناس. تعرف المشكله شنو هي؟ استاذ مشتاق هنا بالامانه البلديه وبلديه موجوده ويانا، المشكله شنو هي؟ يقول لك احنا ما عندنا مشكله ويا اي واحد. مجرد يابا انت ابو البسطيه ابو العربانه بدل ما تتقدم 5 مترات خانق الشارع ارجع لهنا عليه. اكو مشكله ضروريه وهاي لازم تصير، وانا عليهم الاخوان انهم ما يسدون الشارع، لكن احنا نحكي عن المشكله الاكبر. ليش الامور